هذا الحارس صاحب ال 34 سنة ستتمكن له من التصدي في الشباك، يضعها يسكنها، يحرك الشباك التي ظلت ساكنة لمدة 75 دقيقة. حركها أولا اللاعب عمر بسام وحركها للمرة الثانية شريف دابو، واضعا الكرة بباطن القدم اليسرى في منتصف المرمى، لأن الحارس اتجه في الزاوية اليسرى والطريق أصبح مفروش بالورود أمام شريف دابو ليضع الكرة في الشباك، وتصبح النتيجة الآن 2-2. عودة